السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول كنت عايز رأيك مهندس ميكانيكا، بقالي 3 سنين وشايف مجال الديزاين كاد مش أحسن حاجة، وبدأت في البيم من فترة، خلصت دبلومة بس ما جاتليش فرصة فيه، فرأي حضرتك كمل في البيم واسع فيه ولا أفضل أدخل مجال البيم أوتوميشن ديفلوبمنت؟ طيب بص يا فاضل، التصميم ممكن يتم بورقة وقلم، ممكن يتم بالأوتوكاد، ممكن يتم بالبيم، يعني هي تولز تمام. زي فكرة مثلا لو حد بيعرف يطبخ، بيعرف يطبخ سواء جبت له بقى إيه طاسة، سواء جبت له بخار، سواء جبت له فرن، المهم ان هو فاهم الصنعة بتاعته. حد مثلا فاهم ادارة، سواء بقى جبت له برنامج كذا او برنامج كذا، مش تفرق البرامج، بس الفكرة كلها ان هو فاهم تصميم كويس. فدي لازم تركز عليها، ان انت تبقى فاهم تصميم كويس. يعني لو واحد فاهم بيم بس مش فاهم الديزاين هيشتغل ازاي، هيعمل حاجة شكلها حلو لكن غير قابلة للتنفيذ، فانت خلاص انت مقتنع ان البيم كويس في التصميم، خلاص ابدأ اشتغل مهندس ميكانيكا بصمم من خلال بيم. تمام، يعني التايتل بتاعك ايه؟ مهندس ميكانيكا. البيم دي من ضمن المزايا اللي موجوده تحت، كانك مثلا بتعرف تتكلم انجليزي، دي ميزه من ضمن المزايا. فانت خلاص كده اتفقنا على الجزئيه دي. الجزء الثاني بقى اللي هو البيم اوتوميشن ديفلوبمنت، يعني الافضل ان اللي يشتغل في البيم اوتوميشن ديفلوبمنت يكون مجمع حاجتين، يشتغل في البيم كويس فهو اوتوماتيك فهم ايه المشاكل الموجوده ويبدا يفكر في حلول ليها، والحاجه الثانيه ان هو يتعلم برمجه. يعني اتعلم برمجه بعيد عن البيم، اتعلم مثلا لغه البايثون، فهمت انت الفكره كلها، وساعتها لما تيجي تدخل في البرمجه هتفهم، هتلاقي الموضوع سهل بالنسبه لك. لو انت عمرك ما جربت البرمجه اتعلم لغه سكراتش، تفهم المبادئ، يعني الفكره كلها ابقى فاهم يعني ايه متغير، ابقى فاهم يعني ايه نحط القيمه هنا. تمام، وضحت الامور؟ يبقى كده الكاد مش داخل في مقارنه مع البيم ولا حاجه خالص، هو الكاد كان اسلوب وانت عايز تجرب اسلوب تاني، ولو انت عايز تشتغل على الكاد مفيش اي مشكله خالص يعني. بس هو المطلوب في السوق هو فكره ان انت تعرف تعمل ديزاين بالبيم. مجال بيم اوتوميشن مش كل الناس بتقدر تدخل فيه، يعني هي في ناس بتبقى مهيئه، يعني في 1% من البشر مهيئ ان هو يفهم برمجه، هو دماغه كده يعني، هي ربنا خلقه كده، وفي نسبه قليله جدا عمرها ما تفهم برمجه، وفي ناس في النص تمام. لكن اللي هيفيدك ان انت تقعد فتره تتعلم مبادئ البرمجه بعيدا عن البيم، وتتعلم بيم، تتعلم الريفت، تتعلم اي برنامج من البرامج، تبقى عارف ايه المشاكل، تبقى عارف شكل الحاجه بترسم ازاي، ايه الحاجه اللي من البرنامج ما عملهاش، وانت تدور على حاجه تبرمجها تعمل بيها. اصل انت مش هتروح تقول له مثلا ايه انا هعمل برنامج يرسم حيطه وباب، ما هو بترسم اصلا، لا انت بتعمل حاجه ما تكونش موجوده في قلب البرنامج. فعشان كده تبقى لازم تكمل، يعني هو انصحك تكمل في مسار الميكانيكا وبيم، وبعد ما تكونوا كده وتهدى وتلاقي مستقر ووظيفه ثابته وكل حاجه، خلاص ابدا بقى تدخل في البيم اوتوميشن ديفلوبمنت، تعلم برمجه، ادمج الاثنين مع بعض، هيطلع لك كده حاجه حلوه اللي هي البيم اوتوميشن ديفلوبمنت، اللي هي ان انت تعمل حاجه اوتوماتيك ما تبذلش فيها جهد، فدي هتوفر عليك وقت كتير قوي، بس لازم تكون انت بتعرف تعملها من غير البيم اوتوميشن عشان ما تضيعش وقت لنفسك.